الحال. بسم الله والله أكبر. 25/2/2014 كتاب شهداء أمين تبريل وكتاب ملازم أحمد العبدو تقوم بتجهيز صواريخ السهم الأحمر في معركة 128 اللواء 128. الله أكبر. هذه هي صواريخ السهم الأحمر. الله أكبر. علي الحرام. الله أكبر. كتاب شهداء 25/2/2014 تجهيز صواريخ السهم الأحمر لاستخدامها في معركة اللواء 128. هم أبطال الجيش الحر كتائب شهداء أمهين تقوم بتجهيز صواريخ السهم الأحمر 25/2/2014 كتائب شهداء أمهين. الله استخدام في معركة اللواء 128 منطقة القلمون. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. صواريخ السهم الأحمر تجهيز صواريخ استخدامها ضد معاقل الشبيهة وحزب الله والعصابات الصهيونية في اللواء 128 منطقة القلمون. الله أكبر. يا الله. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله يا رب. الله يقويك. الله اكبر يا رب. صواريخ السهم 25/2/2014 كتائب شهداء أمين تبريل وكتائب ملازم أحمد عز الدين عبده تقوم بتجهيز صواريخ السهم الأحمر لاستخدامه في اللواء 128 منطقة القلمون ضد معاقل الأسد في منطقة القلمون في اللواء 128. اللهم صل الله يا رب يا رب. اللهم صل وثبتنا يا الله يا رب يا رب. اللهم سدد رميهم يا الله يا الله. شباب طبعا اللي باقوا فوق